صلاحية شباب في صوت طالع في صوت طالع. الصلاحية هي عبارة عن خلو برمجيات من أي أخطاء، على أساس كذا أقول إنه صالح. متى أقول إنه انفاليد السوفت وير؟ لما يحصل فيه أي أخطاء، لأنه كمان إذا حصل هذا الخطأ معناته إنه دلقة الاعتمادية بتقل، فبالتالي أقدر أعرف الصلاحية إنها عبارة عن خلو البرمجيات من أي أخطاء، بحيث إنك لو طبقت هذا البرنامج ما يكونش فيه أخطاء. أكيد أكيد بيكون في معك مصداقية بالموضوع، فأقلل من احتمالية إنه البرنامج يعني إن إحنا ما نتقش فيه أو أي شيء تعطل شغله. هذه هي النقطة رقم اثنين. فأول شيء كانت عبارة عن مصداقية، وعرفنا إيش معنات المصداقية كدرجة اعتمادية، يعني إن درجة اعتمادية تشتغل عليه في كل الظروف، يعني في لو تغير مهما تغير يشتغل عليه. وهذا كمان ما عاد الشيء اللي مخرج كثير، لكن هذا كمان احنا مثلا نعمل نظام، لابد انه في معك خطط استراتيجيه وتكتيكيه. يا شباب سجلوا معكم بورقه وقلم كده الخطط الاستراتيجيه والتكتيكيه، انا بشرحها لكم بس مش اليوم، ان شاء الله على المحاضره الثانيه. لو نسيت هذا المصطلح ذكروني، هذا مصطلح جدا جدا مهم بالسوفت وير انجينيرنج. هو كان مش معكم تبع السيلابس، ولكن لابد ان الموضوع هذا ينشرح، فاكتبوه جنبكم على اساس تذكروني اشرحه لكم، لانه الان ما عاد فيش وقت. طيب أنا قلت الآن المصداقية ومن ضمنها درجة الاعتمادية، فإيش اللي يحقق لي الاعتمادية؟ أول شيء يقول لك اللي يحقق الاعتمادية يعني إنه يشتغل بأي مكان، إنه أول نقطة لابد من في تطوير برمجيات، هذه البرمجيات تكون ايرور فري، يعني فيها خالية من الأخطاء. هذا أول شيء، يعني إذا السوفت وير كان خالي من الأخطاء، مستحيل يوصل أو يحصل أي خطأ. طيب اثنين، أطور برمجيات اكسبشنال اللي هي برمجيات استثنائية. إيش معنات استثنائية؟ معناته إنه ما حصلش أي خطأ يجيني بسبة أمر كذا حصل عارض. مثلا أنا برنامجي يشتغل، افترضنا أثناء ما تشتغل حصل شيء عارض، مثلا حصل ضربة فيروس، المفروض حتى لو ضربة فيروس ما يتوقفش. هذه كمان من ضمن الاعتمادية. ليش؟ لأن المفروض أني حق النظام هو عارف اذا ضرب فيروس المفروض انه يشتغل معك مكافحة الفيروس زي ما الناس، فيمحي هذا قبل ما يحصل اي عطل. فهذه كمان معناته انه اقدر اتنبأ ايش الاخطاء او الاخطار اللي بوقع لها، فاقوم اتجنبها. مثال على ذلك، انت مثلا لو بمشروع التخرج مثلا، احيانا قد تقول لو انا عملت الان الكود حقي وكل شيء مضبط، بس احيانا توصل لهنا جهازك مثلا تعطل أو البرنامج انضرب، المفروض يكون في معك جهاز احتياطي. فهذه معناته الاكسبشنال سوفت وير انه لو حقك الجهاز او السوفت وير تعطل عليك الاساسي، يكون في بديل او يكون في نظام حمايه يحمي من التعطل. فهذا اللي الخطه، اذا الخطه الف ما استمرتش او حصل فيها اي خلل، اروح على الخطه بي، بحيث ان الخطه بي تمشي لي بدون اي اخطاء. هذا كمان بنركز عليه بالسوفت وير انجينيرنج. اخر شيء كانت الكشف عن الاخطاء. ايش معنات الكشف عن الاخطاء؟ لابد انني اكون في دائما دائما انه اعمل سكاننج لحق المشروع، بحيث اتاكد من خلوه من اي خطا قد يواجهني. طيب واضح الى الان؟ في اي سؤال؟ نعم واضح. طيب اني بس بجيب لك، احنا اخذنا اول شيء اللي كانت من ضمنها الاعتمادية. طيب انتم عارفين كأول يوم أنا بوقف لهنا، بس شوفوا على أساس نمشي مع الكل بنواصل على نفس الشرح. ما حبيتش أجيب لك صراحة، خذ أنت في معك سوفت وير إنجينيرنج، معك أكثر من 1000 مرجع، النت أمامك، بس أنا مطالبكم بهذا البي بي تي اللي بعرض عليه. يعني مهما كان، مهما الشرح اللي شرحته، ما بجيب أسألك إلا من البي بي تي اللي نجبته، لأنه بحاول أعمل لك ياتو بيدي البي بي تي، اجمع لك اكثر من مرجع، ما بعتمد لكش مرجع واحد، لانه صراحه الماده على قد ما هي مهمه على قدر ما هي معلوماتي كثير متشتته. فنشتي الملم لكم هي، يعني بحاول بحيث اني اجيب لك معلومات تفهم فيها المهم في المهم. ما بقيش اقول على الطالب، ولا بقول لك انت اقرا من نفسك واعمل، لا، الماده دي مهمه، ما ينفعش انك تقراها لحالك بالبيت. فبجيب الحاجات الاساسيه اللي نحتاجها كسوفت وير انجينيرنج، بحيث ان اضمن بعد ما نخلص هذا المقرر الطالب يكون فاهم يقدر يشتغل كسوفت وير انجينيرنج. هذا واحد.
فكامتحان اتفق بيكون معك من البي بي تي، يعني كل محاضرة لذلك بحتاج احتمال بتأخر بإعداده، لأنه اليوم عدت لك حق هذه المحاضرة، يوم ثاني بعد لك محاضرة أخرى. فذاكر من البي بي تي. أنا أحيانا أشرح لك باسترسال، مش معناته إن أنت بتجلس تكتب كل الكلام اللي أقوله، أنا بس أشرح لك وأجيب لك أمثلة من الحياة مشان أفهمك اللي داخل البي بي تي. الكل يناقش والكل يشارك معي، مش زي ما اليوم 3 أو 2 اللي جالس المشاركين البقية صامتة. بداية كل محاضرة بيكون معنا 10 دقائق، لو في أي سؤال على المحاضرة السابقة يا شباب أنتم ناقشوني باللي يجي ببالكم، أنا هنا لا بعمل درجات ولا شيء، وكأنه يعني اللي ببالك تشي تناقشني حر، أنت حر ناقش بأي وقت، يمكن هذه الفرصة ما تحصلهاش بأي مكان آخر. أنا اشتغلت كثير بالأنظمة واشتغلت على أنظمة دعم خبيرة، فحاول تستفيد أو تخرج مني على قد ما يمكن. إذا صوتي مش واضح، شرحي مش واضح، تحس إنه في عيب بأدائي أو بطريقة إلقائي، عادي، انتقد بس بطريقة مؤدبة وأنا أقبل، بغير وأحاول أعدل فيه. كمان من المحاضرة الثانية إذا أنتم مضبطين على هذا الوقت وعجبكم بنكون إن شاء الله إن شاء الله على الوقت. اليوم كان كل شيء مضبط، وكمان الشكر رجعك حتى العمر ما شاء الله، يعني على الوقت مضبوط، حقكم المندوب. بس بالإضافة إلى ذلك اشتي الكل يشارك، مش إلا 1 أو 2، على أساس نحس وكأن إحنا بداخل القاعة. هذا البي بي تي أنا بجيبه إن شاء الله برسله لعمر، تطلعوا عليه، واللي ما قدرش يحضر اليوم المحاضرة إن شاء الله إن شاء الله أنا بجيب لكم، لو قدرت أرفعها بحيث إنكم تشوفوها مسجلة، بس مش معناته اني بسجل لكم البقية ما يحضروش، حاولوا تكونوا تحضروا على اساس في لو في نقاش اسئلة، لانه بنحاول. مش ها حاجة ثانية ومهمة جدا، البي بي تي يا شباب ما تتحفظوا ليش، في نقاط كثيرة انا مش حافظ، افهم النقطة ايش بالضبط زي ما انا اشرح لك هي، على اساس كذا اقول لك حضورك مهم، يعني تفهم لي النقاط، مش تقدر تدشوا لي او تسمعوا لي، افهم النقطة قبل ما تحفظها. خلاص انا تميت لحد الآن، في أي سؤال قبل ما أغلق؟ يا دكتورة، كم رقم سلايد هذا؟ اليوم كم مشيتي سلايدات بالضبط؟ كم طيب خليني أشوفه بس، لأنه الآن جهازي علق تقريبا. طيب أنا معلق جهازي تقريبا، أخذنا 1 2 3 4 5 السادس، السلايد السادس طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. بس شوفوا من محاضرة ثانية الأساسات تكون عندك، فبنحاولها ندعس شوية بالمقرر اليوم، حاول تشوفوا بالراحة خلاص بالراحة عليكم. خلاص طيب، النت اليوم كان فيه مشاكل واضطريت أغير مكاني كذا، وكان يفصل، ما ألومش البقية الصراحة. لا المشكلة يا وسيم إنه ما فيش حد على الأقل حتى. أيوة طيب إحنا نحاول نضبط بس أني مشتش تشوفوا إنه في فرق، يعني اشتيكم تستفيدوا من المادة على قدر ما يمكن، لذلك مش يعني انا مشش انه في ناس بامكانهم مو كذا، يعني حاضرين مش حاضرين. اذا كان من سبة النت ان شاء الله ان شاء الله هذه برفع لكم، هي مسجلة برفع ان شاء الله على اليوتيوب وانتم بتشوفوها بأريحية، بس انا قصدي المشاركة ليكون بحيث انه انت لما تشارك بتستفيد معلومات جديدة، انا بجيب لك حاجة جديدة وهكذا، فهمت قصدي؟ أيوة نعم، ومفهوم. إذن خلاص، لو في أي تعليق قبل ما نغلق؟ شكرا لك يا دكتورة. إذن بالتوفيق إن شاء الله، اقرأوا السلايدات وبإذن الرحمن مرة ثانية بكون أجيب لكم كذا حاجة تعملوها وبتعدي علينا، وأي شيء أي تعليق رقمي عند المندوب أو تواصلوا معي مباشرة. بالتوفيق. إن شاء الله، شكرا لك، في أمان الله. ترجمة